عطوها زعبول. كفيني يا ترى الرجاله بشنبات من غير كلبشات، ودي اللي ما هيتلم سقف الله الاول خلقت ام والدم. انت بتعمل ايه يا انت فين يا ده نهار زومبي يا ريت اللي قلته في العربيه ده يفضل سر بيننا. كده بتلعب النار يا زعبول؟ ايه ما بتردوش ليه؟ هتقول انت عارف المعلم عوق لما بيزعل. شغل العوج والتشنجات ده ولا بياكل معايا بتاتا. في لحظه السر الالهي بتاع كل واحد فيكو اسحبه منه على الفور واهبط بيه بسلام في جنه الخلد، عشان مش انت شويه بلاليس اللي هتيجوا تلطوني على اخر الزمن وتخلوني افرز عشان ابرز. بنت زعبول بيهيف يو ار ا جود جيرل. بس يا بابا لا انا ابوها بجد يا جماعه مش زي ما انتوا فاهمين. طب يرضيك زعبولة واكل عن معلم 132 جنيه ونص قسط الموبايل بتاع الواد زباله؟ يعني كل الموضوع ده عشان 132 جنيه ونص؟ اتفضل يا سيدي فلوسك اهي وخلي الباقي علشانك. عداك العيب وانت يا زعبولة المعلم بيبلغك حظر تجوال الحاره والكباريه وبيت الواد زباله فينش. كسرتي حاجات ب 100,000 جنيه عشان 132 جنيه ونص. اطلعي بره مش عايز اشوف وشك تاني يا معلم بره.